منحت منظمة سي 3 الأمريكية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى رضوه الله ورعاه جائزة الإنجاز مدى الحياة، والتي تم منحها لعاهل البلاد المفدى تكريما لجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات، خاصة في مجالي التنمية واحترام تعدد الأديان في مملكة البحرين، واهتمام جلالته بتنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة، بما جعلها نموذجا للشراكات الاستراتيجية بين الدول التي تقوم على أسس واضحة وقوية. ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، تسلم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية الجائزة من السيد هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق. وقد نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة في كلمته خلال الاحتفال الكبير الذي أقيم بهذه المناسبة وبحضور نخبة من كبار الدبلوماسيين والإعلاميين شكر عاهل البلاد المفدى إلى جميع القائمين على منظمة سي 3 واعتزاز جلالتي بهذه الجائزة المهمة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب كافة بما يعود بالنفع على الجميع. وأوضح معالي وزير الخارجية أن نهج جلالة الملك المفدى يقوم على توفير كل ما يؤدي إلى الارتقاء بالمواطن البحريني والنهوض بأوضاعه كافة، وذلك من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير أرقى مستويات الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين. وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة حرص جلالته على استمرار نموذج المجتمع البحريني المنفتح على جميع الثقافات والحريص على احترام حرية الأديان وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام. وأكد معالي وزير الخارجية في كلمته عمق ومتانة العلاقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت منذ أكثر من 120 عاما عندما تأسس مستشفى الإرسالية الأمريكية، وأن هذه العلاقات تشهد تطورا وتقدما كبيرين على الأصعدة كافة، لا سيما الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين تعزز من مصالحهما المشتركة، كما أنها باتت من أهم ركائز حفظ الأمن في المنطقة. ونوه معالي وزير الخارجية بالعلاقات التجارية التي شهدت دفعة قوية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005، مؤكدا معاليه استمرار مملكة البحرين في اتخاذ كل الخطوات بما يؤدي لفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وفي كلمة أثنى الحاخام آرثر شنايير على قيادة حضرة صاحب الجلالة المفدى حفظه الله ورعاه وما حققته من إنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيدا بحرص جلالته الواضح على التنوع الديني في المملكة وعلى نشر قيم التسامح. من جانبه أعرب السيد هنري كيسنجر عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها المجتمع الدولي تحديات كبيرة وعلى رأسها التطرف والإرهاب. وحرص المملكة على تنمية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة، منوها بما تحرزه مملكة البحرين من إنجازات تنموية كبيرة والاهتمام بالمستشفيات والمؤسسات الصحية التي تقدم خدمات متميزة. الجدير بالذكر أن منظمة سي 3 الأمريكية تسعى إلى تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وتقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات المعنية بالعديد من مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتجارة، وتمنح جائزتها لأصحاب الإسهامات المؤثرة والبارزة. وفي الاحتفال التحضيري الذي عقد في نيويورك، عبر المشاركون من دبلوماسيين وسياسيين عن التقدير للخطوات الكبيرة والسباقة لجلالة الملك المفدى في مجال التطور والنمو وتقديم المشاريع الاستثنائية العمرانية والصحية والتنموية. في احتفالية كبيرة أقيمت في أهم نوادي نيويورك الدبلوماسية والتي دامت على مدار اليوم، شاركت نخبة واسعة من السفراء والدبلوماسيين وقيادي عالم الأعمال البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج العربي في احتفال تحضيري لتكريم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة استحقاقه لجائزة إنجاز العمر. Bahrain has done a very good job of positioning itself as a regional hub.
البحرين قدمت عملا جيدا جدا في جعل المملكة نقطة وصل إقليمية ومحور أساسي. هناك اتفاقية تجارة حرة قائمة، ولدى البحرين موقعا جغرافيا مميزا للوصول للسوق السعودي، ولكني أعتقد أنهم أدركوا عبر هذه السنوات أنه يتعين عليهم تقديم أكثر، لذلك تم اعتماد مميزات لتحفيز الاستثمار، ومنها السماح للأجانب بملكية الشركات غير المساهمة 100% وأن لا يدفعوا ضرائب والتملك للأراضي ذات الخصومات العالية، وسمحوا بتسريع تسجيل الشركات، وعدد كبير من الشركات الأمريكية قد تجاوبوا لتأسيس أعمال في البحرين واستخدامها كمحور إقليمي. I think that that Bahrain has gone through a very important reform process. البحرين تقوم بإجراءات تقدمية هامة على الصعيد الاقتصادي على مدى العقد الماضي، واعتقد ان جلالته كان في مقدمة هذا التطور ويقود إجراءات بشكل مباشر، فقد أطلقها في عام 2001 مع ميثاق العمل الوطني، وأيضا قد مكن نجله وللعهد ليتابع هذا التقدم الاقتصادي، وأعتقد أنه لهذا السبب يتم تكريمه بهذه الجائزة اعترافا بهذه الإنجازات. هذه الاحتفالية التي تقوم بها قمة مجلس الأعمال الأمريكي العربي قد تخللها منتدى حول أهمية تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية في مجال الرعاية الصحية والعمل والمسؤولية المشتركة وتوسيع الشركات العامة والخاصة في حملة لخلق فرص العمل وحلول استكشاف الأمن الإقليمي. إن قيمة الأعمال والصحة الأمريكية العربية هو حدث سنوي وقد أقيم لعدة سنوات حتى الآن، وفي كل عام تكرم شخصية قامت بإسهامات منقطعة النظير في قطاع الصحة والرفاهية لشعوب المنطقة، وفي هذا العام اختاروا جلالته اختيارا صائبا وحكيما بشكل أساسي بسبب المشفى الأمريكي البحريني، لأنه كما كان نعلم أنه حقا أول من قدم خدمات صحية ورعاية شاملة في الخليج العربي. أعتقد أن نيل الملك لهذه الجائزة هو جزء من الاعتراف والتكريم لما قام به حتى الآن من تحسين للاقتصاد. هذا البلد يتحرك في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه يجب أن نحيي هذه الجوائز في مسعى لدعم الاستمرار نحو هذا التقدم. يعني دون أدنى شك حقيقة تكريم مملكة البحرين بهذه الجائزة، جائزة العمر للإنجاز، يعد حقيقة تكريم مستحق وبجدار لمملكة البحرين، لا سيما أن مملكة البحرين حقيقة لها إنجازات طويلة وعريضة وكبيرة على مدى العقود الماضية، وهي ماضية حقيقة في هذه الإنجازات إلى العمر الطويل المجيد إن شاء الله، لا سيما وأن يعني حقيقة نجحت مملكة البحرين في الماضي ولا تزال في قطاعين مهمين جدا وهما قطاع الخدمات المالية، ونذكر جيدا أن مملكة البحرين يعني احتلت جزء مهم جدا في هذا النوع من الخدمات، ليس حقيقة على مستوى الشرق الأوسط بل يمكن أن يقارن عالميا في قوتها وقدرتها على تنويع القاعدة المالية والخدمات المالية. عبر المشاركون عن تقدير البحرين مملكة وشعبا وملكا للخطوات الكبيرة والسباقة عالميا في مجال التطور والنمو وتقديم المشاريع الاستثنائية العمرانية والصحية والتنموية، وأشادوا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي تميزت، فكان لا يمكن إلا تقدير هذه السياسات التي قادت بالبلاد بتقدم كبير ومتميز على المستوى العالمي والإقليمي. سياسيون واقتصاديون وعلماء يشيدون بإنجازات وجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واستحقاقه لهذه الجائزة، جائزة إنجاز العمر. نادين الحيري، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.